أعرفكم بنفسي، أنا المحاربة جنات عماد من محافظة البصرة، أعاني من مرض لوكيميا الدم بعد أن اكتشفته قبل 3 سنوات، وبدأت رحلة علاجي في مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام في كربلاء المقدسة، وتعتبر هذه المستشفى من أحسن وأفضل مستشفيات في العراق. من ضمن متابعات سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي للمرضى الراقدين والكوادر الطبية، زارني وتشكرت منه على بناء هذه المستشفى بأفضل الكوادر الطبية بأحدث الأجهزة بأحسن العلاجات، وأبلغت يوصل شكري وسلامي إلى المرجع الأعلى سيد علي السيستاني، الله يحفظه ويطولنا بعمره. بعد أيام قليلة قابلت المرجع الأعلى سيد علي السيستاني على توجيهاته ببناء هذه المستشفى بأفضل الكوادر الطبية بأحدث الأجهزة بأحسن العلاجات بالمجان، وقلت له أيضا اندعي لي أنا والأطفال اللي عالجون في مؤسسة وارث وخارج مؤسسة وارث، وقال عبارة جميلة: أحبكم كحبي لأولادي وأحفادي وأنتم في عيني. هنا بنهض السيد وحط إيده على راسي أنا والأطفال واندعالنا. ورا ما رجعنا من مقابلة السيد قابلنا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في العتبة الحسينية، وسألنا ما هي المعاناة الأكثر تعانونها غير المرض، فقلت له السفر المتكرر أسبوعيا من البصرة إلى كربلاء، وكان جواب الشيخ قال رح نبني مستشفى نفس مواصفات المستشفى في كربلاء رح تنبني بالبصرة، والحمد لله اليوم تم افتتاح هذه المستشفى، وإن شاء الله تكون هذه المستشفى هي السبب لشفاء الكثير في الأطفال في البصرة والمحافظات المجاورة. وأقدم شكري وتقديري إلى العتبة الحسينية وإلى المرجع الأعلى سيد علي السيستاني وسماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، لولا سعي وجهود ومتابعته للوصول الأفضل والأحسن، وشكري إلى جميع كوادر مؤسسة وارث لأنهم يحسسون كأنهم أهلنا وأحنا أبنائهم، وشكراً.